بذاتها. صباح يوم السبت حدثت كارثة سببت حالة شلل في المدينة. انهار فندق بطوابقه الستة خلال 60 ثانية. توفي 33 شخصا ودفن 17 آخرين أحياء تحت أطنان الفولاذ والزجاج والأسمنت. إنه أسوأ انهيار يحصل في تاريخ المدينة وحير الباحثين. باستخدام أنظمة الحاسوب المتقدمة استطعنا كشف سبب المأساة. الكوارث لا تحدث من تلقاء نفسها، بل هي سلسلة أحداث غامضة. سنكشف الأدلة ونعرض اللحظات الأخيرة قبل الكارثة. آسيا، سنغافورة. نحو 4 ملايين شخص يعيشون في مدينة بحجم نيويورك، وتعتبر مدينة حيوية تجذب الناس من أنحاء المعمورة، حيث يكافحون للحصول على حياة أفضل في هذه الجزيرة التي تتحدث الإنجليزية. وفي وسط المدينة حيث تعلو الأبراج في السماء، حاول المعماريون جهدهم لتوسيع المساحة المحدودة التي رممت معظمها من السبخة والبحر. وحتى تحت الأرض تعج المدينة بالنشاط، حيث تتوسع سنغافورة بشكل لافت. الأنفاق الضخمة حفرت بوساطة مهندسين عملوا على نظام أنفاق يربط بين المناطق الحديثة والمناطق الأقدم القليلة الثراء كمنطقة الحي الهندي. قرب مركز المدينة يقع موطن العمال اليدويين الداعمين للاقتصاد المزدهر. في شارع أوين يقع فندق نيو وورلد المشيد عام 71. يعتبر الفندق بناء عاديا، حيث يدعم 36 عمودا أسمنتيا 6 طوابق. وهناك موقف سيارات في القبو، ويشغل فرع لمصرف محلي الطابق الأرضي، وفي الأعلى ناد ليلي، وخدمات الفندق تشغل باقي المبنى. وبسبب الطقس الحار فإن وحدات تكييف الهواء ومستوعبات المياه على السطح. وبعلو 24 مترا يعتبر بناء صغيرا، لكنه من أطول الأبنية في الحي الهندي. شهد هذا الفندق حياة هانئة باستثناء حادث خطير. فعام 75 حدث تسرب غاز سبب تسمم 35 شخصا. شفي الجميع شفاء تاما، وأعطي الفندق شهادة صحية. 14 آذار عام 86، في مساء يوم الجمعة كانت السيدة ليلي تايو كالعادة ترتب حانة الطابق الأول استعدادا لاستقبال رجال الأعمال والأزواج الذين يزورون حانتها. وقد جفلت لرؤية العمود على المرقص قد تشقق. كانت 7 مساء، قررت أن تعلم صاحب المبنى. بعد وقت قصير فتح النادي وبدأ زوجان من العمال في إصلاح الضرر. لم يعرهما أحد أي انتباه. وفي 9:15 كان النادي يعمل بشكل كامل، وفي غرفة الملابس كانت فتاة تتفقد زينتها. وفي سنغافورة كما في باقي دول العالم، المرآة المكسورة هي نذير لفأل سيء. لكنها نهاية الأسبوع والجميع مشغولون بقضاء وقت جميل، غير آبهين بالخرافات السخيفة. صباح اليوم التالي، السبت 15 آذار،
الثامنة صباحا. تشيونغ تشينغ وان مساعد مدير مصرف الطابق الأرضي كان يتنزه مع حبيبته. تزوجا منذ 3 أشهر، ولأنه كان مشغولا لم يتسنى لهما قضاء شهر العسل. إننا سعيدان وسنسافر إلى أستراليا ونيوزيلندا. قبل ذهاب تشيونغ إلى العمل يودع زوجته ليونغ سي سي، وهو يعلم أن يومها حافل لأنها ستقدم اختبارا هاما. كنت أتقدم إلى الامتحان النهائي للدبلوم وخططنا اللقاء بعد الظهر. إنه يوم السبت وسيغلق المصرف وقت الغداء، وقد أراد الزوجان التنزه في شوارع سنغافورة المزدحمة. كنت أتطلع إلى ظهر ذلك اليوم بعد العمل حيث كنا سنخرج معا. يعمل في البنك 17 شخصا ويشكلون فريقا ودودا، وكما هو معروف هناك فإنهم يفتخرون بتزويد زبائنهم بخدمات فعالة. كريستينا فوا ذات 21 عاما تعمل في المصرف منذ 3 أشهر فقط. إنه عملي الأول في المصرف وأنا أستمتع به. كريستينا لم تصعد قط إلى النادي الليلي في الطابق العلوي، ولكنها تجلس تحت العمود الذي تصدع الليلة الماضية. العاشرة 10 دقائق صباحا جاءت زبونة إلى المصرف وهي تلهث وتقول ثمة مشكلة في المرأب وبدأ الحطام يتهاوى. أخبرتنا الزبونة أن المصرف سينهار. بقيت تشيونغ في المصرف بينما هرعت كريستينا وزميلتها إلى القبو للتحقق من الأمر. لم تتضرر أي سيارة، لكنهما شاهدتا رجلين يصلحان العمود المتصدع. ثمة حطام على الأرض، لكن العاملين قالا إن كل شيء بخير. بعد أن أكدا بأن ليس هناك خطب ما، عادا إلى العمل في الطابق الأرضي للمصرف. وعلى ارتفاع طابقين في قاعة الاستقبال رأى الموظفون شقوقا وتصدعات على طول الحائط، ولكن في الأسفل كريستينا وتشيونغ لم يكونا على دراية بحدوث أي مشاكل. وعلى طول البناء بدأت الجدران الداعمة الأساسية والأعمدة تتكسر. كان فندق نيو وورلد على حافة الانهيار. ثمة شيء غير عادي يحصل داخل فندق في الحي الهندي في سنغافورة. الشقوق تنتشر على طول الجدران والأعمدة الداعمة، لكن في الطابق الأرضي كان تشيونغ مساعد المدير يتساءل كيف جرى امتحان زوجته سي سي. أردت أن أعرف كيف أدت الامتحان. 11:22 صباحا كانت كريستينا تنهي عمل الأسبوع حين جفلت عند سماع صوت ما، كان سقوط الحطام. في الواقع لم أكن أعلم ما يجري. وقد بدأت تشعر بالاهتزازات حولها. لقد شعرنا بالطابق يهتز. 11:26 صباحا بدأ البناء يهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه. كانت الأعمدة تتصدع والجدران تتهاوى. فقد بدأ انهيار كارثي لا يمكن أن يتوقف. في لحظة كنا مشغولين بالعمل، وفي لحظة خيم ظلام دامس. آلاف الأطنان من الفولاذ الأسمنتي المدعم هوت على من في الداخل.
خلال دقيقة واحدة مرعبة كان فندق نيو وورلد في انهيار تام. وتحت أنقاضه عشرات الأشخاص. ما كان معلما محليا ومكانا للعمل أصبح تلة ضخمة من الأنقاض محاطة بسحابة من الغبار المرئي على بعد أميال من الكارثة. انهار المبنى المؤلف من 6 طوابق وتحول إلى قبر أسمنتي دفن كريستينا وتشيونغ وباقي العاملين في قبو المصرف الذي كان مرأبا للسيارات. لم نستطع الرؤية أو السمع، وحتى أيدينا لم نرها. لم يستطع رؤية زميلته التي كانت قريبة والتي كانت محجوزة بقطعة أسمنتية. كأني كنت في كفن ولم أستطع الحراك. وعلى السطح ترى مشهد دمار كامل. يصور الصحفيون السكان وهم يتسلقون الحطام بجنون. كانوا يحركون الأنقاض بأيديهم باحثين بيأس عن أي ناجين. الحادية عشرة وخمس وثلاثون دقيقة صباحا وصل عمال الطوارئ خلال 8 دقائق. أفضل أطباء سنغافورة العسكريين لي مينغ هرع إلى الموقع. كان مذهولا بحجم الكارثة التي لم يسبق لها مثيل. أكبر كارثة بعد الحرب العالمية الثانية. الأخبار السيئة تصل إلى الأقارب المفجوعين الذين اختلطوا بالناظرين المذهولين. إنه مشهد ذهول كامل والفزع يتصاعد. بعد نصف ساعة من وقوع الكارثة تصل سيسي زوجة تشيونغ إلى الموقع لتدرك أن زوجها مدفون تحت جبل الأنقاض. لم يكن لديها فكرة عما إذا كان ميتا أم حيا. وجدت عمها الذي كان مهندس بناء لكنه لم يستطع أن يطمئنها. سألته وقتها عن احتمالات نجاة تشيونغ من انهيار كهذا، فأجاب فلنأمل حدوث الأفضل. وعلى بعد 9 أمتار من سيسي كان زوجها تشيونغ تحت الأنقاض يقاوم الذعر، لكن الناجين الآخرين مثل كريستينا سمعوا أصواتا هستيرية. سمعت صوت بكاء، كانوا يستغيثون، بعضهم طلب المساعدة وبعضهم الآخر بكى بشدة. بعض الناجين تأذوا بشكل خطير، لكن تشيونغ أصر على المحافظة على هدوء الجميع. ظننت أنها مسألة وقت قبل أن ينقذونا. الثانية عشرة والنصف بعد ساعة من الانهيار حدث أمر جيد، فقد عثر فريق الإنقاذ على امرأة ناجية كانت سائحة بقيت في الطوابق العلوية. وبعد مدة قصيرة انتشلوا ناجيا ثانيا وهو صاحب متجر محلي. وضع المنقذون قائمة بأسماء الذين كانوا في البناء أثناء انهياره. يستطيعون إحصاء كل شخص كان في الفندق في الطوابق الأربعة العلوية. 17 شخصا لقوا حتفهم وأنقذ 11 شخصا آخرين. النادي الليلي في الطابق السفلي كان فارغا، لكن المصرف كان له وضع خاص، فقد أظهرت القائمة أن أكثر من 20 شخصا من بينهم تشيونغ وكريستينا يعملون فيه حين انهار المبنى وسيدفنون تحت الأنقاض. الحادية عشرة والنصف مساء بعد 12 ساعة من الكارثة كان فريق الإنقاذ يحاول الوصول إلى المصرف.
سحبت الآلية الضخمة قطعا من الركام من الأعلى، لكن الحطام غير مستقر ويتحرك بشكل خطير. وعلى عمق 9 أمتار تحت أضواء المنقذين ومع اهتزازات الحطام يزداد الرعب. الناجون محجوزون في قبر مظلم تحت 6000 طن من الأسمنت والفولاذ. تشيونغ على مقربة من إحدى زميلاته التي كانت ممددة جريحة بسبب العارضة. حاول جاهدا دفع العارضة بعيدا لكنها ثقيلة للغاية. شعرت باليأس، فزميلتي هنا ولا أستطيع فعل شيء. كان أمرا سيئا. ثم أدرك أن جهوده ضاعت سدى. شممت رائحة الموت. أمر مؤسف. زميلتك التي عملت معها ترحل فجأة. المبنى المحطم يمنع دورة الهواء والأكسجين بدأ ينفد. على بعد أقدام من تشيونغ بدأت كريستينا تيأس. فكرت أنني ما زلت شابة وما زال أمامي الكثير ولم أتزوج بعد، لذا لن أموت ببساطة. على السطح كان أمام المنقذين 30 قدما للحفر، وسيستغرقون أياما لإنقاذ تشيونغ وكريستينا، ومع نفاد الأكسجين ليس أمامهم متسع من الوقت. منتصف الليل. مضى نصف يوم منذ انهيار فندق سنغافورة نيو وورلد. انتشل 11 شخصا فقط أحياء. كريستينا وتشيونغ محجوزان في قبر مرأب السيارات. مهندسون إيرلنديون يعملون على بناء نفق قريب من الكارثة. مهندس النفق تومي غالاغر يحذر من أن استخدام آلة ثقيلة سيجعل الركام يتحرك ويسقط ويعرض حياة الناجين المدفونين أسفل الركام للخطر. بقينا نقول للأشخاص المسؤولين هناك أشخاص على قيد الحياة وهذا سيؤدي إلى قتلهم. اقترحوا بديلا جذريا، وذلك باستبعاد استخدام الرافعات لإزاحة الركام في الأعلى والحفر في أعماق أساسات البناء لإخراج الناجين. 6 صباحا. إنه قرار صعب، لكن السلطات أعطت الضوء الأخضر لتومي وزملائه. ليس لدى المهندسين الإيرلنديين أي فكرة عن مكان وجود الناجين، وبعد البحث عن مخطط البناء قرروا الوصول إلى المرأب عن طريق تهوية الأعمدة الموصولة بالشارع. أظهرت كاميرا أحد المنقذين مشهد الدمار. اجتاز الفريق الماء الذي يصل إلى الركبة ودفعوا السيارات المحطمة، ولزيادة الرعب لديهم شموا رائحة بنزين وعلموا أن شرارة صغيرة ستحدث انفجارا مدمرا. فالمرأب كان كشرك الموت. هذا ما أقلقنا، فأي شرارة يمكن أن... انتظر المهندسون بفارغ الصبر حتى أفرغ البنزين والماء. ثم دخلوا إلى النفق عبر الحطام مستخدمين رافعات مؤقتة صغيرة لدعم 1000 الأطنان من الركام. الأحد، 7 مساء. استغرق الأمر 7 ساعات لحفر 9 أمتار. الأرض فوقنا غير مستقرة، كنا محظوظين. ثم تحققت مخاوفهم الكبرى. بدأ الركام يتهاوى علينا. انهار النفق.
زحف تومي وزملاؤه خارجا قبل لحظات من انهيار السقف. أغلق النفق بشكل تام. الأحد، 7:30 مساء. عانى تشيونغ وكريستينا من رهاب المكان الضيق المظلم 32 ساعة ولم يعلما أن هناك منقذين، لكن المنقذين لم تثبط عزيمتهم جراء الانهيار، وبدأوا يحفرون المزيد من الأنفاق للوصول إلى أي ناجين. الشبان الذين حفروا الأنفاق شجعان، جازفوا بحياتهم وتمتعوا بروح عالية نادرة حقا. بني النفقان الثالث والرابع من جهة الجنوب الشرقي، لكنهما أغلقا بالحطام. الوضع خطر بوجود النفق الأول، لذا حفر نفق رابع باتجاه الشمال، لكن تومي وزملائه زحفوا تحت السيارات المحطمة وحفروا الطريق حول جدار القبو الخارجي. لم ننم أبدا. الاثنين، 7 صباحا، بقي تشيونغ وكريستينا محجوزين في الحطام يومين. إنهما يفقدان الإحساس بالزمن. لم نكن نعلم كم مضى من الزمن. كنت أحاول البقاء حيا، فلا يزال لدي الكثير. ثم سمع تشيونغ ضجة. بعد ذلك سمعنا أصواتا من بعيد، وبدأ ينقران على العوارض متأملين أن يكون فريق الإنقاذ قد عثر عليهما. أين؟ أنا هنا. نحن هنا. حسنا، نحن هنا. نحن قادمون. كنا مسرورين حين وجدونا. زحف الفريق باتجاه تشيونغ وكريستينا وقد شعروا بأنهم قريبون منهما، لكنهم واجهوا عقبة أخيرة. اصطدمنا بعارضة بطول متر مربع وكانت أمامنا بالضبط، وكانا على الجهة الأخرى. لم يعرفوا من أين جاءت العارضة إلى البناء، لكنها ستساعد في دعم البناء المحطم فوقهم. ستة آلاف طن من الحطام متوزعة مباشرة فوق رؤوس كريستينا وتشيونغ وفريق الإنقاذ. الاثنين، 12 ظهرا، أي بعد يومين من الكارثة، قرر فريق الإنقاذ اختراق العارضة الأسمنتية الضخمة. التحق بهم الدكتور ليم تحسبا للطوارئ. لم أفكر في الخطر، فثمة شخص عالق علي الوصول إليه. المثاقب حطمت العارضة بشكل سريع مفاجئ، وعلى بعد ياردات في الظلام سمع تشيونغ صوت المثاقب يشتد. سألوني أتستطيع رؤية الضوء؟ واستطعت في النهاية رؤيته، رأيت حزمة ضوء صغيرة. واستطاع تشيونغ رؤية المنقذين على الطرف الآخر من الحفرة. كان الفريق مذعورا من أن اجتيازهم عارضة الدعم الرئيسية قد يسبب انهيار الحطام في أي لحظة. أخبر تشيونغ أن يبقى مكانه حتى يدعم السقف. قلت لا شكرا، سوف أخرج. لم يستطع تحمل بقائه لحظة أخرى في الظلام، لذا تحرك باتجاه بر الأمان. قلت له لا ألومك، فأجاب لم أظن أني سأخرج حيا. بعد يومين من بقائه تحت الحطام مشى تشيونغ في ضوء النهار، لكن ببعض الخدوش. كانت معجزة. كريستينا مدفونة على مسافة أعمق، وتطلب الأمر 7 ساعات إضافية ليصلوا إليها. الدكتور ليم نقل كريستينا على حمالة، وأظهرت الفحوصات أن إصابتها الوحيدة هي كدمة حول العين. شعرت أنني بطلة أو شيء كهذا.
في المشفى التم شمل تشيونغ وزوجته سي سي. كانت لحظة فرح، فرح كبير جدا. تشعر بأن الحياة هشة وقد تسلب منك في أي لحظة، لذا ما عليك إلا أن تعيشها. بفضل الاستخدام الرائد للأنفاق والحفر داخل أعمق أجزاء الحطام، تم إنقاذ 6 ناجين انتشلوا أحياء من حطام فندق نيو وورلد. بالإجمال أنقذت حياة 17 شخصا، وفقد 33 شخصا حياتهم. وبإعادة شريط الأحداث والتعمق أكثر في التحقيق، نستطيع كشف الغطاء عما حدث لفندق نيو وورلد. أنظمة الحاسوب المتقدمة ستأخذنا إلى قلب منطقة الكارثة. سيتم تعيين مفوضية للاستجواب للبحث عن أجوبة للأسئلة المثارة جراء وقوع أسوأ كارثة في سنغافورة. تيري هيولم أحد أعضاء فريق التحقيق، وهو مهندس إنشائي من سنغافورة، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال إنشاء الأبنية الكبيرة، وقد زار مكان الكارثة خلال ساعات من الانهيار وصدم بما رآه. انطباعي الأول عن الانهيار أنه حدث بسرعة، وأن البناء انهار كله في الوقت نفسه، كان شيئا غير عادي. إنه أسوأ كابوس يراود الجميع في مدينة كسنغافورة، فهناك أبنية مماثلة وإنشاءات أطول بكثير تحلق في السماء. لذا توجب على المحققين اكتشاف سبب انهيار فندق نيو وورلد بهذه السرعة. كيف انهار بناء مؤلف من 6 طوابق مدعم بالأسمنت في أقل من 6 ثوان؟ حتى يتوصل المحققون إلى معرفة السبب، ستبقى حياة الملايين ممن يعملون أو يعيشون في إنشاءات مماثلة على حافة الخطر. أجرى الفريق مقابلات مع السكان المحليين الذين يتذكرون حادثة تسرب الغاز. أمن الممكن أنه حدث مرة أخرى؟ أم أن من المحتمل وجود قنبلة؟ إنه حدس المحقق هيولم الذي كان يدرك أن للانفجارات إشارات تدل على سببها تسمى بالبصمة المميزة. واقع الانفجار أنه يحطم النوافذ أو يحطم الجدار. تستطيع رؤية أدلة من هذا النوع لهذا الانفجار كتحطيم الركام وتكسير النوافذ. لكن العلامات الفريدة لانفجار أدى إلى تحطيم النوافذ وسبب الحطام على مسافة مئات الياردات لم تظهر ببساطة. انفجار فريد. إذا لم يكن انفجارا، فما الذي يمكن أن يسبب الانهيار؟ أمر صعب أن يدمر بناء كامل هكذا. الفريق بحاجة إلى تقصي الاحتمال المحير الذي خلخل مواد البناء. أجروا مقابلات مع الفريق الإيرلندي، وعلموا أن الأسمنت كان طريا لدرجة أن مثاقبهم اخترقته بسهولة. هل بنية الأسمنت سيئة ما أدى إلى إضعاف البناء؟ لكنه احتمال مرعب، إذ يوجد الملايين الذين يعتمدون على مواد مشابهة في المدينة. نقلت 240 عينة أسمنتية أساسية إلى أفضل المخابر، وتم عزل 80 عينة لوجود خلل في تركيبها وعدم صلاحيتها للاختبار. قام العلماء بفحص المواد لمعرفة ما إذا استخدمت الكمية الصحيحة من الرمل والحجارة والأسمنت، ثم أجروا اختبارات لصلابة الأسمنت على 160 نموذجا المتبقية. تكسرت النماذج ولكن تحت حمل ثقيل جدا، وقد طابقت المواد التي فحصت مقاييس الأمان العالمية. خابت آمالنا، فذلك كان الحل السهل. لو كانت بنية الأسمنت ضعيفة لعرفنا السبب.
وقد استنتج هيول من خلال تعريض الأسمنت لنفس قوة الانهيار أن المواد ليست ضعيفة. إذن فما الذي سبب الكارثة؟ تحول المحققون إلى سبب مرعب آخر. ألقوا نظرة على الأرض واكتشفوا أنها كباقي أراضي سنغافورة، استخدمت لتكون سهلا مستنقعيا نضب منذ القرن 19. كانت أرضا صالحة لإنشاء المباني الصغيرة، ولكن كحال المدن المزدهرة كان فندق نيو وورلد أطول وأكبر من أي بناء بني منذ 100 عام. فإذا لم تكن الأرض المرممة مستقرة، هل يكون الانهيار بداية كارثة كبرى؟ الخطوة الأولى التي قام بها المحققون هي تفحص جدران القبو الصامدة. فإذا كانت الأساسات قد تحركت في الأرض غير المستقرة، فذلك يظهر دليلا على وجود شقوق كارثية. ولكن لم يجدوا شيئا، ولتأكيد الأمر قاموا بتحليل بنية التربة. حفر الفريق في أعماق أرض لأخذ عينات، وكي لا يتركوا شيئا قاموا باختبار قوة أجزاء الأساسات الصامدة. ظهرت النتائج أخيرا بعد أسابيع من العمل. مع وجود أدلة على تحركات صغيرة للأرض، لم يكن ذلك كافيا لانهيار المبنى. بدا جليا أنه لم يكن هناك فشل في الأساسات، وقد أنشئت بشكل جيد. ومع استبعاد هذا الاحتمال، تحول الاهتمام إلى أبعد من مستوى الأرض. هل بناء نفق سنغافورة الجديد أضعف أساسات البناء وسبب انهيارها؟ حين تبني سكة حديدية تحت الأرض، فأي شيء يحدث يلقي اللوم فورا على السكة الحديدية تلك. أم أن فريق حفر الأنفاق هو المسؤول عن الكارثة؟ كان ذلك عائقا لنا. وقد أثبت المحققون أن أقرب مسافة بين نفقين أقل من 0.5 ميل، فما الأثر الذي تركه هذا الأمر على البناء؟ حصل انهيار للأنفاق من قبل، حيث انهار مبنى في نفق في كوريا. حصل ذلك بسبب وجود المبنى فوق النفق مباشرة، لكن أهناك آلية مجهولة تحمل النفق المسؤولية؟ قاموا بقياس قطر النفق وأجروا حساب حركات الأرض التي سببتها الاهتزازات، وعلينا أن نأخذ بالحسبان أنه حل مستبعد. البروفيسور جوناثان وود خبير عالمي درس آلية انهيار الأبنية طوال 20 عاما. إذا كنت داخل قطرين من النفق فعليك أن تتوقع حدوث أثر ما كان على بعد مئات الياردات هنا. استنتج المحققون أن النفق لم يكن قريبا كفاية حتى يتسبب بالانهيار. تومي وزملاؤه في مأمن الآن. علمنا أن شيئا حصل، وقد كان حادثا غريبا. بدا واضحا أن سبب انهيار فندق نيو وورلد لم يكن انفجارا، وليس لأن البناء هش أو لأن الأرض مستنقعية، وليس بسبب النفق أيضا. لكن الأبنية لا تنهار تلقائيا. إنه مثل التحقيق في جريمة قتل، عليك إيجاد المسؤول. علم المحققون أن هناك جزءا أساسيا مفقودا، وها قد ظهر الآن من مصدر مستبعد جدا. إنه النادي الليلي. قابلت الشرطة المرأة التي تعمل في الطابق الأرضي الليلة التي سبقت الانهيار،
فأخبرتهم بأنها حين كانت ترتب الحانة تشقق عمود على المرقص. استعانوا بمخطط البناء الذي أظهر أنه كان 26 من أصل 36 عمودا، وهم يعرفون أن تشقق عمود داعم واحد لا يؤدي إلى انهيار المبنى بكامله. ثم قابلوا إحدى العاملات في النادي وأخبرتهم أنها حين كانت في غرفة تبديل الملابس تكسرت المرآة. كانت المرآة على عمود داعم آخر، وهو العمود 32. علم المحققون الآن أن عمودا ثانيا على وشك الانهيار. ثم قابلوا الناجية كريستينا فأخبرتهم أنه في صبيحة الكارثة نزلت إلى قبو المرأب ورأت عمالا يدعمون العمود بالخشب. لقد تحطم العمود وكان هناك جص على الأرض. ذلك العمود كان رقم 30 وكان ينهار أيضا. هناك ثلاثة شهود يقولون إن ثلاثة أعمدة كانت تنهار خلال الساعات التي سبقت الكارثة. وللمرة الأولى علم المحققون أن الأعمدة الثلاثة الرئيسية كانت على حافة الانهيار. لابد أن هناك خطأ في المبنى، لكن ترى ما هو؟ كملاذ أخير نظر المحققون إلى أبحاث المختبر الحديثة للبحث عن ظاهرة معروفة تقودهم إلى الجواب. فعندما يكون الأسمنت قريبا من حافة الانهيار تنتشر الشقوق الصغيرة في صلب المادة، وهذه الشقوق الصغيرة كما يسمونها قاتلة، وتظهر للعين المجردة أيضا. تستطيع رؤيتها تحت المجهر. من المستحيل معرفة ما إذا كانت أعمدة فندق نيو وورلد الداعمة تعاني من هذا المرض الخطير، لكن إن تم تجاهل هذه الشقوق الصغيرة فهي في النهاية سببت تكسر سطح الأعمدة وقلصت حجم الوزن الذي تستطيع دعمه، وفي هذه المرحلة يكون البناء على حافة الانهيار. إن كانوا على حق فإن الشقوق الصغيرة كسوسة الخشب التي تأكل الأشجار، حيث تضعف الأعمدة الأسمنتية حتى تفسد بالكامل. لكن من أين جاء الوزن الزائد الذي سبب الشقوق الصغيرة؟ بعد إخلاء الموقع رأى المحققون مواد ضخمة سحبت من تحت الأنقاض. تفحصوا المخطط للتأكد مما إذا كانت هذه المواد موجودة في المخطط الأصلي، واكتشفوا أمرا مفزعا. خلال 15 عاما من إنشاء المبنى أضاف المالك حمولة زائدة لم تكن جزءا من التصميم الأصلي. علم الفريق أنه عام 75 شيد المصرف غرفة من الفولاذ المدعم تزن 22 طنا على الطابق الأرضي. ثم عام 78 نصب المالك برجي مكيفات هواء مضيفا بذلك وزنا زائدا. عام 82 ثبت العمال أجرا سيراميكيا متينا على الجدران الخارجية لتحسين مظهر البناء البالي، وكان الوزن يزيد عن 50 طنا. وأخيرا عام 86 قبل الانهيار نصب المالك برج تكييف هواء على السطح لجعل الوضع أكثر راحة في حر سنغافورة الشديد. أكد المحققون أن هذا الوزن الزائد كله لا يمكن حمله. الأبنية الحديثة كلها مصممة لتدعم الوزن الفارغ ووزن المبنى بما فيه. الوزن الفارغ هو وزن المبنى نفسه، لكن وزن المبنى بما فيه يشكل عملية الحساب المعقدة. فالوزن الزائد
يتألف من الأشخاص والمواد بما فيها أبراج مكيفات الهواء والأثاث التي على المبنى دعمها. أيمكن أن يدعم المبنى أكثر من 100 طن من الوزن الزائد؟ الجواب مفاجأة كبيرة. أظهرت العمليات الحسابية أن الوزن الزائد مدعم كفاية. إضافة إلى وزن المبنى البالغ 6000 طن، هناك الوزن الزائد الذي يبلغ أكثر من 100 طن، والمؤلف من الغرفة المنيعة والآجر ووحدات التكييف، وذلك يجب ألا يسبب انهيار الأعمدة. عاد الفريق إلى الافتراض الأول، وبعد أشهر من العمل المضني لا يزالون يجهلون ما حدث. أفراد الفريق على يقين من أنهم أضاعوا دليلاً رئيسياً يمكنهم من فهم سبب انهيار فندق نيو وورلد. عادوا إلى المخطط وتأملوا ملياً في صور الأعمدة المحطمة. تفحصوا مجدداً الحسابات التي أجراها الرسام الهندسي على وزن المبنى نفسه، الوزن الفارغ. ما وجدوه كشف الحقيقة، خطأ مميت، فالبناء كان على حافة الانهيار على مدى 15 عاماً من تشييده. لقد حسب الرسام الهندسي الوزن الزائد ونسي وزن المبنى. إنه اكتشاف مدهش، خطأ طالب مدرسة. فالحسابات التي أجراها الرسام كانت خاطئة، حيث إن الأعمدة الرئيسية كالعمودين 26 و 32 لا تستطيع حتى دعم وزن المبنى نفسه. حتى من دون الوزن الزائد المؤلف من وحدات التكييف والقرميد المتين وغرفة المصرف المنيعة، فإن هذه الأعمدة التي كانت تدعم المبنى على مدى 15 عاماً كانت على حافة الانهيار. فالانهيار كان مسألة وقت فقط. كانت الأعمدة على وشك السقوط وعلى حافة الانهيار على مدى 15 عاماً. أدرك المحققون الآن سبب حدوث الكارثة. الآن بإعادة شريط الأحداث التي أدت إلى ذلك وبمتابعة عملية التحقيق المكثفة، نستطيع كشف ما حدث لفندق نيو وورلد. الجمعة في 4 من آذار عام 86، على مدى 15 عاماً وبشكل لا تراه العين انتشرت الشقوق المميتة داخل الأعمدة الأسمنتية لفندق نيو وورلد. 7 مساءً، قبل 16 ساعة من حصول الانهيار، تصدع العمود 26 في النادي الليلي. بدأ يضعف ويوزع حمله على الأعمدة المحيطة. قبل 13 ساعة من حصول الكارثة لم يستطع العمود 32 دعم الحمولة الزائدة وبدأ يتكسر، فتحطمت مرآة موجودة عليه. قبل 1 ساعة من الكارثة تحولت حمولة العمودين الموجودين في النادي الليلي إلى العمود 30 وبدأ يتشقق، هذه المرة في قبو المرأب. أربع دقائق قبل الكارثة انهار العمود 24 مسبباً الحطام الذي بدأ يندفع إلى الأسفل، وبدأت الاهتزازات تنتشر في المصرف. وبانهيار الأعمدة 3 وصل البناء إلى مرحلة لا يمكن الرجوع عنها، حيث بدأت سلسلة رد فعل لا يمكن إيقافها. في حزمة ورق اللعب عليك تحريك ورقة واحدة لتحذو باقي الأوراق حذوها. تهاوى المبنى بكامله خلال 60 ثانية مسبباً مقتل 33 شخصاً. الآن
علم المحققون أنه كانت هناك العديد من التحذيرات التي تنذر بالانهيار. فلو أخبر المالك السلطات بوجود تشققات في الأعمدة الثلاثة بدلاً من إصلاحها لكان بإمكانهم تفادي وقوع الكارثة بسهولة. أي مهندس إنشاء سيقول إنه يتوجب إخلاء المبنى فوراً؟ ولكانت أنقذت حياة 33 شخصاً. الناجون مثل تشيونغ وكريستينا سيذكرون زملائهم الذين قضوا في الانهيار. أفتقد زملائي، فقد كانوا رائعين. كان عملا تطوعيا، حيث حفروا في الحطام الذي كاد أن يسقط فوقهم في أي لحظة. لولاهم لما كنت حية، لذا أود شكرهم جميعاً على ما فعلوه. كفئ غالاغر وفريقه بتقليدهم أعلى مراتب الشرف في سنغافورة، ميدالية الشهامة. أخذت العبرة من المأساة، فقد جددت سنغافورة أنظمة الأبنية لديها لتضمن أن كل حسابات الحمولة الفارغة والزائدة التي يضعها المعماريون يتم فحصها مستقبلاً بشكل مستقل، وهو إجراء وقائي تبنته دول عديدة. وتتابع سنغافورة تطورها كباقي المدن. انهيار الأبنية هو أمر نادر الحدوث في سنغافورة وكافة أرجاء العالم، ولكنها عندما تحدث فإن مروءة وكرامة الناس العاديين تضيء في الأفق.